مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من التحضير لاختبار الجنسية الكندي. الآن بدنا نبدأ من كيف الحكومة الكندية تبني أو govern themselves، كيف بتقود الحكومة الكندية نفسها. صفحة 28، خلينا نبدأ إن شاء الله على بركة. زي ما انتم شايفين هون، في ثلاث شغلات مهمه. هاي صفحه 28، ثلاث شغلات مهمه. اول شيء احنا فيدرال ستيت، معناه فيدرال ستيت انه حكومه فيدراليه، حكومه فيدراليه. الشيء الثاني بارلمنتري ديموكراسي، معناها انه الديمقراطيه برلمانيه، بحيث انه البرلمان هو اللي بيحدد القوانين. واخر شيء كونستيتيوشنال موناركي، يعني ملكية دستورية، ملكية دستورية، لأنه الملكة زي ما انتم شايفين هون هي ملكة كندا، اللي هي الملكة إليزابيث الثانية. شو معنى فيدرال ستيت؟ الفيدرال ستيت معناها أنه إحنا عبارة عن عدد من المقاطعات ومتجمعة مع بعض في فيدرالية واحدة. فعشان هيك في عندنا ثلاث أنواع من السلطة في كندا: في السلطة الفيدرالية، السلطة المقاطعات أو بسموها provincial، والسلطة الثالثة اللي هي territorial and municipal، اللي هي تبعت المدينة أو المنطقة اللي عايشين فيها. كل جزء من هذول الثلاثة بحدد أو بقوم بعدد بشيء معين من الأمور اللي واجب أنه يحميها للمواطن. وهذا كله جاء بعد ما صار اللي هو British North American Act، تذكروا هذا British North American Act اللي هو بسببه تكونت الفيدرالية سنة 1867، أو بتسمى برضو الكونستيتيوشنال Act بنفس السنة. أوكي، طيب الفيدرال ستيت شو بيسووا؟ الفيدرال جوفرمنت تاخذ ريسبونسبيلتي على شغلات، منها الناشونال اند انترناشونال كونسيرن، شغلات الدول المحليه والخارجيه. هاي ديفنس، الدفاع، وزاره الدفاع فيدرال. فورين بوليسي او السياسه الخارجيه. انتر بروفينشال تريد، التجاره ما بين المقاطعات. communication، الاتصال، العملة currency، navigation أو التواصل زي البحرية والشغلات الهاي. criminal law and citizenship، criminal القانون الإجراء الجريمة، والcitizenship أو اللي هي المواطن. أوكي، هذه كلها federal. البروفنس تأخذ responsibility لشغلات، منها المونيسيبلز أو الحكومات المدن، التعليم، الصحة، الناتشورال ريسورسز أو الموارد الطبيعية، properties أو المباني، civil rights الحقوق المدنية، والهايويز اللي داخل المقاطعة. مهم جدا يا جماعة، في كتير ناس للأسف بيجوا على كندا وبكونوا عايشين في كندا، وفي ناس لهم سنوات، بروح على النائب تبع الفيدرالي تبعه بقول له المدرسة الفلانية مش كويسة، ما إله خص، بقول له الصحة مثلا ما هو مش شغلته، هاي شغلة نائب المقاطعة، لازم تعرفوا هذا الفرق. هلا الفيدرال جوفرمنت والبروفينشال جوفرمنت في عندهم شغلات فيها شوية تشابك، أوكي؟ منها الزراعة والإيميجريشن، خاصة في بعض المقاطعات زي كيبيك والمقاطعات الجديدة اللي عم تعمل provincial nominee. هلا كل مقاطعة عندها قوانينها، زي ما بقول لك different provinces لها قوانينها. عشان هيك ما في ناس بيطلعوا من مقاطعة لمقاطعة بتخالف على شغلات وهو مش عارفها، بس لأنها في المقاطعة الثانية في إلها قوانين تختلف. هلا كل بروفنس بتختار ناس نواب إلها، بسموهم legislative assembly أو برلمان خاص فيها، زي اللي بالبرلمان الفيدرالي إحنا بنسميه
House of Commons أو بيت العموم أو مجلس العموم الكندي. هذا بيكون موجود في أوتاوا. كل مقاطعة إلها مكان، مثلاً مقاطعة أنتاريو عاصمتها تورونتو، فبيكون فيها الليجيسليتيف أسمبلي أو البرلمان تبعها، مقاطعة مثلاً كيبيك في كيبيك سيتي وهلوم مجرى. إحنا عندنا 10 مقاطعات وثلاثة تيروتوريز، هدول الثلاثة اللي بالشمال، أوكي؟ هنحكي عنهم، عندهم عدد سكان أقل ولكن هنحكي عنهم بموجز أكثر لاحق، أوكي؟ هدول الثلاثة تيروتوريز نفس الإشي بيعملوا وبسووا. طيب، هذه معناها فيدرال ستيت. الآن بارلمنتري ديموكراسي. ديموكراسي معناها إنه البرلمان الكندي اللي بيختاروا هم الالكتيف ممبر أو بسموه ام بي أو ممبر أوف بارلمنت، عشان يصير جزء من الهاوس أوف كومنز أو بيت أو مجلس العموم في أوتاوا، بيختاروا الشعب، أوكي، people، أوكي. بصير عندنا انتخابات، حنحكي عن الانتخابات في الحلقة القادمة. وكذلك الأمر في البرلمان المقاطعات والتيروتوريز نفس الشيء، أوكي، بيختار الشعب، أوكي. هدول النواب شو بيسووا؟ وظيفتهم passing law، يعني هم بيشوفوا مقترح قانون بناقشوا وبيمرروا يا إما برفضوا، أوكي. وطبعا برضو في إنه keeping the government accountable، يعني محاسبة الحكومة على ما تقوم به. الحكومة أو بسموها the cabinet ministers اللي هم الوزراء تبعون الحكومة، برضو ممكن يكونوا جزء من البرلمان، عادة بيكونوا جزء من البرلمان، قليل جدا ما بيختاروا مينستر خارج البرلمان، ولكن يمكن. وهدول لازم يسووا أو يحافظوا على شغلة بسموها confidence of the house أو الثقة من قبل المجلس البرلمان أو المنتخب أو مجلس العموم. إذا ما في ثقة وفقدوا الثقة لازم يستقيلوا، وبالتالي يا إما بصير انتخابات ثانية يا إما بتحدد لحكومة ثانية شيء ثاني، بس لازم دائما يكون عندهم ثقة من البرلمان. البرلمان الكندي، البرلمان الكندي فيه ثلاث شغلات، فيه أو بتكون من ثلاث شغلات: الملكة أو sovereign اللي هي الملكة أو الملك تبع بريطانيا، الشغلة الثانية السنت أو مجلس الشيوخ بنسميه، والشغلة الثالثة الهاوس أوف كومنز. السنت غير منتخب، يحدد من رئيس مجلس الوزراء، والهاوس أوف كومنز اللي هو المنتخب، فهو هذا الملكة ما أو الملك تبع بريطانيا. هذا الآن سوري، البرلمان تبع المقاطعات provincial legislative compromise، اوكي، البرلمان تبع المقاطعات بما انه في ممثل للملكه في المقاطعات بسموها lieutenant governor، هذا ممثل المقاطعه، والالكتيف اسامبلي شغلتين في برلمان المقاطعات. البرلمان الفيدرالي في ثلاث شغلات اللي هو الملكه او الملك، السنتس والهاوس اوف كومنز. برلمان المقاطعات ما في سينت، وممثل الملكة اللي هو ليفتنانت جوفرنر، وطبعا الالكتيف اسامبلي اللي هو نفسه الهاوس اوف كومن بالمقاطعة. في الحكومة الفيدرالية في شغلة اسمها برايم مينستر. هلا عندنا برايم مينستر اسمه جاستن ترودو، ما حد هيسألك عن الاسم لأنه بتغير الاسم، فمش موجود بالكتاب اسم البرايم مينستر ولا بحطه، اوكي. وفي ايش صاير، وفي ايضا كابينت مينستر أو مجلس الوزراء أو الوزراء نفسهم، هدول هم اللي بحركوا الحكومة. الهاوس أوف كومنز بعمل بسموهم بالهذا ممبر أوف، أي واحد موجود فيه بسموه ممبر أوف بارلمنت اللي هو ام P. هذه الكلمة دائما بيحكوها MP، Member of Parliament أو عضو برلمان، عادة ينتخب لمدة 4 سنوات،
وإلا إذا صار أشي ثاني ممكن نحكي عنه مستقبلا، بس عادة 4 سنوات. السيناترز هم appointed أو معينين من قبل الجوفرنر جنرال. مين الجوفرنر جنرال؟ بس خلينا نحكي مين الجوفرنر. الجوفرنر جنرال هو الحاكم العام وممثل الملكة في كندا. أوكي، الحاكم العام وممثل الملكة في كندا. عادة السيناترز بتعينوا من قبل الحاكم العام، لكن الادفايس بعطيه البرايم مينستر. يعني البرايم مينستر بيجي بيقول له والله أنا شايف هذا الشخص فعلا شيء ممتاز، وهو عالم أو مثقف أو سياسي أو بيزنس مان أو طبيب أو مزارع أو فلاح، وهذا ممكن يعطي قوة للبرلمان فبدنا نعينه، فهي بتوافق، هي بس بتوافق. أوكي، وبيضلوا جالس في البرلمان في السنت لما عمره يصير 75، سواء رجل أو مرأة، لا عمر 75 بعدها بتقاعد. فأنا مش 4 سنوات وما لا ينتخب. أوكي، هلا التنين الجزئين اللي من البرلمان اللي حكينا عنهم، الهاوس اوف كومنز والسينت، هدول هم وظيفتهم الكبرى تو ريفيو بيلز، اللي هم براجعوا مشاريع القوانين وبوافقوا عليها او برفضوها عشان تصير بالنهايه لو قانون. اوكي، القانون كيف بيصير؟ هلا حنحكي عنه. الان القانون بيمشي بسبع خطوات. الخطوه الاولى مش لازم تحفظهم كلهم، بسموها فيرست ريدنج، يعني بيجوا بيقراوا في البدايه، بتطلعوا شو الشغلات الاساسيه فيه. بعدين الخطوه الثانيه سكند ريدنج، بيقراوا الممبرز بيعملوا ديبيتس، بيقولوا الشغلات كويسه الشغلات مش كويسه. الشغله الثالثه بتصير كوميتي ستيج، يعني بيجيبوا ناس مختصين، بيصيروا يسالوا ناس هل فعلا هذا، وبناقشوه، بسموها كلوز باي كلوز، يعني جمله جمله، تفصيلا تفصيلا. الخطوه الرابعه الريبورت ستيج، بعطوا اوكي احنا موافقين عليه. الخطوه الخامسه بصير ثيرد ريدنج، بصير ديبيتس بالبرلمان والناس بتصوت عليه يس اور نو، وبعدين بنتقل للسنت. اوكي، هذا كله في مجلس العموم، بنتقل للسنت، والسنت بيسووا نفس الخطوات هاي بكل سهوله، ممكن يرجعوه للبرلمان. المهم قصه طويله، إذا وافق عليه السنت بروح للرويال أسنس أو للحاكم العام اللي هو جوفرنر جنرال، بس عشان توقعه، لا ترفض ولا توافق فيه، هي بس بتوقعه، وبالتالي بيصير قانون. زي ما بحكي لك إنه أي كندي مع جنسية كندية عليه له رايتس، له حقوق وعليه ريسبونسبيليتيز، وعليه شغلات لازم يسويها. من هذه الريسبونسبيليتيز إنه يروح ينتخب، اللي هو voting في البروفينشال، الفيدرال والبروفينشال والمونيسيبال إلكشن. يعني هذا الناس تعتبرها أنا راحتي أروح منتخب منتخبش، لا، هذه في الحقيقة هي أحد واجباتك كمواطن كندي، وحكينا عليها في أول حلقة. طيب الشغلة الثالثة معناها constitutional monarchy أو دستورية ملكية. دستورية ملكية لازم تفهموا انه احنا تابعين للتاج البريطاني، في عنا monarchy او ملكة اللي هي بسموها كندا head of states، head of state او رئيسة الدولة، اللي هي الملكة او الملك تبع بريطانيا، وهم اللي بيحفظوا القانون يعني فخريا. اوكي، وهي جزء من البرلمان، حكينا البرلمان منقسم لثلاث أقسام، الملكة أو الملك، السنتس والهاوس أوف كومنز. أوكي، وطبعا هي مش بارتيزان، يعني ملهاش خاص في البارتيز، يعني لا هي الليبرال ولا هي كونزرفاتيفز ولا هي NDP ولا هي جرين ولا لها خاص في الدنيا، ما بتتدخل في الأحزاب. وبرضو معظم عملها كفخري يعني. أوكي، بتيجي على كندا، إجت يمكن مرتين ثلاث على كندا، وهي تعتبر السيمبل تبع النظام الكندا أو النظام الملكي الكندي، وهي الغارديان أوف كونستيتيوشن أند فريدم، هي حامية القانون أو الدستور
او حريه الدستور. اوكي، وهذا طبعا من الهيستوري بغض النظر عن الموضوع في ناس اوكي اوف ذا كونتريز. وهي كمان رئيسه الكومنولث. اوكي، كندا بتعتبر من احد ال 53 دوله اللي موجوده جوا الكومنولث. وطبعا other constitutional monarchy، هذول دول ثانيه ما فيش داعي نحفظوها. طبعا لازم نعرف انه هيد اوف ستيت، هاي لازم، ها ممكن تجيك سؤال، مين هي الهيد اوف ستيت اللي هي الكوين او السوفرين، والهيد اوف جوفرمنت اللي هو البرايم مينستر. هذه الجمله لازم تعرفها او شو الفرق بينها. اوكي، حكينا انه الهيد اوف ستيت او الملكه يمثلها في كندا الجوفرنر جنرال. الجوفرنر جنرال اجين هو appointed by the الملكة أو يعين من قبل الملكة، بس again البرايم مينستر بيجي بيحكي هذا الشخص أنا أتوقع أنه راح يكون كويس. عادة الملكة بتقول عنه أوكي، وعادة بيكون لخمس سنوات في الحكم، وبرضه وضعه يعني فخري فقط، ما بيسوي إشي. في المقاطعات اسمه ليفتنانت جوفرنر، حكينا عنها قبل شوي، وهو ايضا نفس الشيء من نائب المقاطعه من بعينه او بعطي الجوفرنر جنرال ادفايس انه هذا الشخص ممكن يكون من البرايم مينستر، عفوا، برضه لمده خمس سنوات. مش عارف ليش بصغر، برضه لمده خمس سنوات. اذا الاثنين هم بتعينوا من قبل الملكه او الجوفرنر جنرال، والاثنين بيكونوا appointed by the prime minister. طيب، في تداخل شوية بالثلاث branches تبعت ال government، أو مش تداخل، في شغلة مهمة، في ال executive أو التمثيلي، في legislative أو ال بسموه الدستوري أو اللي بيعمل الدستور، وفي جوريستيكال أو اللي هو القضائي. أوكي، في تفاعل بينهم. طيب، بيشتغلوا مع بعض عشان يأمنوا الحكومة إنها تشتغل صح وحقوق الإنسان والمواطن في كندا. أوكي، طيب، هلأ هاي المختصرات للممبر أوف ليجيسليتيف بالبروفنس. بالبروفنس ممكن يسموهم عدة أسماء، في MLAs, MNAs, MPPs. إحنا مثلاً في أنتاريو بسموهم MPPs. I think MLA في كيبيك. كل مقاطعة لها اسم. هذه من الأسماء، يعني لازم تعرف تبع مقاطعتك على الأقل للعلم. أوكي، في كل مقاطعة زي ما إحنا في كل في الحكومة الفيدرالية في برايم مينستر أو رئيس الوزراء. في كل مقاطعة في شخص اسمه بريمير اللي هو زي رئيس الوزراء بس للمقاطعة هاي، بيشتغل نفس موضوع رئيس الوزراء زي ما حكينا، وهو بكون برضو منتخب من قبل الناس. أوكي، في التيريتوريز، في التيريتوريز اللي بالشمال حكينا عنهم الثلاثة، في واحد اسمه كوميشنير اللي هو البريمير. فالبريمير في العشر مقاطعات بس في الشمال في الثلاث تيريتوريز بسموهم بريمير. إذا بتحبوا تطلعوا على هاي الصورة، وهاي بتنتهي حلقتنا اليوم، في البارلمنت زي ما حكينا في الملكة السوفرين، وهي represented by the governor general، موجودة هون ممثلة بالحاكم العام أو الجوفرنر جنرال. في عنا السنت، السنت اللي هو مجلس الشيوخ، وهذا بكون appointed by the prime minister appointed من الgovernor general بس by recommendation of prime minister. وفي house of commons اللي هو elected by votes، الناس بتختاره، بيجي بنقسم الى قسمين، الgovernment members اللي هم اكبر عدد نواب منتخبين من حزب واحد بيسووا الgovernment، والopposition او المعارضة. هلا الجوفرمنت، الجوفرنر جنرال بما انها بتوقع، والهاوس اوف كومنز والسنت بسموهم
legislative branch اللي هم المشرعين. اوكي ال 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 السوفرن الملكة والgovernment ممثلة الgovernment مش الhouse of commons ممثلة بالprime minister والcabin اللي هم رئيس الوزراء والوزراء هدول الexecutive branch أو الذين يقومون بالعمل على تنفيذ القوانين. وفي القضاء اللي هو بيكون منفصل انفصال نهائي وما في اختلاط. في عندنا شغلة كبيرة اسمها في كندا سوبريم كورت أو المحكمة العليا، فيها 9 قضاء، برضو 9 قضاء هذول appointed by the governor general وهم by recommendation of prime minister. وطبعا تحت السوبريم كورت في federal court of Canada وفي provincial court. هنحكي عن القضاء في كندا بالتفصيل في الحلقة القادمة. يعطيكم العافية، معلش طولنا عليكم في هذه الحلقة، بس حلقة مهمة وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. نراكم في الحلقة القادمة، تابعونا غدا إن شاء الله. السلام عليكم.